السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة التيسير لخدمات اللابتوب والأجهزة اللوحية تحييكم، واليوم معدنا مع عرض جديد من عروض شركة التيسير. معانا أعلى إعدادات جهاز ورك ستيشن نزل مصر من أجهزة الاستيراد الأوروبي، آخر حاجة نزلت في الورك ستيشن الجيل السادس اتش كيو 8 ميجا كاش. معانا اتش بي زد بوك 15 جي 3، للناس اللي شغاله على برامج الراندر اللي بتحتاج بروسيسور قوي جدا وكارت فيجا عالي جدا بحيث انها تعمل شغلها بيسر وسهوله وفي اقل وقت، وللناس اللي بتلعب جيمزات تقيله قوي الجهاز ده هو الحل الامثل لمتطلباتهم. معانا زد بوك 15 جي 3 البروسيسور كور اي 7 من الجيل السادس اتش كيو 2.7 جيجا هرتز، بيرفع لغايه 3.3 4820 اتش كيو 2.7 بيرفع لغايه 3.3، يعتبر من افضل البروسيسورات اللي بتعالج برامج الجرافيك وبتشتغل على الجيمزات. الجهاز فيه كارتين فيجا يعتبر افضلهم انفيديا كوادرو ام 2000 ام 4 جيجا ديديكيتد بيرفع لغايه 20 جيجا، ومعاه مدعمه كمان كارت انتل اتش دي 530 بيرفع برضه ل 4 جيجا. كارتين مع بعض بيعتبروا افضل اداء لافضل والاعلى برامج الجرافيك والناس اللي غاويه الجيمزات. الجهاز معاه هارد اس اس دي 512 ام 2 طبعا عشان يبقى معانا بروسيسور سريع جدا، مع كارت فيجا عالي جدا، وبيدعمه كمان الهارد الام 2 الاس اس دي الهارد الصاروخ الطلقه عشان يبقى سرعه الجهاز متناغمه مع بعض. وبنضيف عليه كمان رامات 16 جيجا دي دي ار 4، والجهاز فيه اربع بنوك رامات بيشيل لغايه 64 جيجا، نقدر ندعمه لك لو حضرتك عايز تضيف عليه رامات وتحوله ل 64 جيجا، ده سهل جدا. والجهاز حالته زي ما احنا شايفين كده، وزي ما احنا معودينكم الجهاز كسر 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 الزيرو، والجهاز لازال في ضمان الوكيل. الجهاز ضمانه 3 سنين، لازال فيه 6 شهور ضمان من ضمان الوكيل باقيين. طبعا واي فاي وبلوتوث وكاميرا و الشاشه 15.6 فول اتش دي، وحاله زي ما احنا شايفين فابريكه الفابريكه. الجهاز احنا كنا بنطلعه ب 13000 جنيه من فتره بسيطه، النهارده عاملين عليه عرض خاص لرواد قناتنا على اليوتيوب ولرواد موقعنا التيسير دوت كوم، بنبيعه ب 12250 جنيه فقط. 12250 جنيه بتجيب جهاز العمر، اعلى تفاصيل بافضل كواليتي، ورك ستيشن افضل مليون مره من الاجهزه الجديده اللي في السوق. زي ما احنا شايفين حتى الجهاز بتاخده شبه زيرو تماما، استيراد اوروبي، لازالت عليه الحروف الانجليزي، ما فاتش عليه حروف عربي لسه، والجهاز حالته زي ما احنا شايفين. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، لو لسه ما اشتركتش في القناه تعمل سبسكرايب وتعمل اشتراك للفيديو. ادي الجهاز، وانا بوعدك ان كل يومين هيجي لك عرض جديد من عروض شركه التيسير، هيجي لك عرض جديد في اللابتوب. منتجاتنا ما بتخلصش، عروضنا اكتر من 50 عرض، تقدر تتفرج على عروضنا كلها على موقعنا على الانترنت التيسير.com. تليفوناتنا وعنواننا وعنوان الموقع الالكتروني هتلاقيه في الوصف تحت الفيديو. ومعدنا مع لقاء جديد ان شاء الله خلال يومين مع جهاز قنبله برضو يعتبر افضل من الجهاز ده كمان واعلى شويه، وهو الزد بوك جي 3 17. ال 17 نفس الكلام بس شاشه 17 بوصه وكارت الفيجا اعلى من دي كمان من ده كمان، هنفاجئكم بيه ان شاء الله خلال يومين بالظبط. استنونا واعمل لايك للفيديو وشير الفيديو واعمل تعليقاتك لو عندك اي استفسار نرد عليك، وخش على موقعنا التيسير.com وتابع كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.